نتيجة مبهرة النهاردة، الشهداء بيواصل الفوز تحت قيادة مارادونا إسماعيلية كابتن عمر جمال. ألف مبروك كابتن. حبيبي ربنا يبارك فيك. الحمد لله. في النتيجة من ساعة ما حضرتك توليت تقدم النهاردة المركز الثاني الحمد لله بتكمله. تحب تقول ايه لجمهور الشهداء اللي كان النهاردة مليون مدرج ويشجعوا؟ لا والله طبعا الحمد لله بحمد ربنا النهارده على المكسب، والحمد لله مفيش لعيب طلع مصاب، يعني انا بركز عشان جربت الاصابه، فبحمد ربنا اي حد يطلع سليم خلاص بعد كده اي حاجه بعد كده سهله الحمد لله. يعني انا من ساعه ما جيت النادي في الاسبوع ممرن تمرين واحده بس الحمد لله ما بحبش اجيب حجه لنفسي حتى وانا لعيب كده، لكن المجهود ده مجهود اللعيبه. نوعا ما حته نفسيه بتكلم معاهم، لكن ككوره او بمرنهم على حاجات لسه بدري كتير. انا بقالي هنا شهر و18 يوم بالظبط، شهر و18 يوم ما عملتش اللي انا عايزه، لكن هم عشان اساسهم كويس، الاساس كويس. اي مدير فني انت عارف طبعا بيجي اي نادي بيقول ايه، الفرقه ناقصه بدني، ما عنديش لعيبه، لا خلاص ما تقبلش. انت الفرقه فيها عيوب بتيجي ليه؟ صح. فلازم بتتقبل ما دام اتولد الملمة خلاص اتعايش مع الموقف. فانا الحمد لله بتكلم كتير معاهم، في تمرين بتمرنه بس، انا لو النهارده عندي ماتش بكره راحه بعده تراي ماتش خفيف ماتش كل اسبوع كده، بقالي كده حوالي 10 ماتشات او 12 ماتش يا دوب بمرن خفيف. الشهر ده طبعا كويس، بس طبعا هو شهر رمضان بس برضو هيبقى فيه تمرين كويس. دايما التوقف بيبقى فيه حلين، يا انت تكمل احسن، يعني انا كنت في المنيا كنا الثالث من تحت، بعد كورونا بقينا الثالث من فوق، فتفرق التوقف. لسه مكلمهم دلوقتي بعد حتى ما خلصنا المكسب والفرحه، الماتش اللي جاي بتاع بور فؤاد انا بالنسبه لي يعني ده كده عديت 60%، الماتش اللي بعده 80، اللي بعده الكهرباء 100، خلاص كده انت صعدت بنسبه كبيره كمان، مع ان في فرق بنقط بس انا عارف لما اقحهم ازيد. فالحمد لله اللعيبه بيتقبلوا الكلام. تخيل لو انا كمان مرنتهم وحفظتهم على اللي انا عايزه هيبقى مستوى اعلى كمان. فانا كل ده لسه بدري، يعني كل اللي انت شفته النهارده كان من الشوط الاول بس، لكن الماتشات اللي فاتت كلها ال 90 دقيقه كل الحمد لله الاداء كان كويس، وبحاول نلعب كوره، لكن الدرجه برده مش مساعده شويه، بس مش بخلي اللعيبه تصمم على حاجه معينه، لا في ملعب ممكن وحشه خلاص بلعب طويل، لكن ملعب كويسه بلعب على الارض على حسب الموقف على حسب الفرقه اللي قدامي. النهارده كنا شايفين التحامات بدنيه جامده، وحضرتك قلت المهم ما يطلعش لعيب من عندي مصاب. طبعا. حته البدني بالنسبه للعيبه والالتحامات والقوه دي هتبدا تدربهم عليها في المرحله الجايه في شهر رمضان. طبعا عايزه جدا كتير، بس برده شهر رمضان صعب شويه ان احنا نتمرن بالنهار، فدي برده الراحه انا شايفها راحه مش يعني مش كويسه 100%، ممكن الراحه 60%. انت برده رمضان معظم الفرق بتمرن بالليل، انا هضطر امرن بالنهار، فالنهار برده مش هقدر هتدوس على حد، ممكن تدوس يوم التاني بتريح، الصيام بيأثر، لكن انا عارف الحمد لله عارف العيوب ايه، بس العيوب قليله بالامكانيات اللعيبه اللي معايا، انا عارف لا ابقى في حته تاني، انا عارف وبقول لهم بامكانياتهم هم بس، لكن لو انا بقى اشتغلت شغل اكتر هيفرق معاهم اكتر ان شاء الله. مش هيقدر يكون معانا مارادونا الدراويش الا ما يقول كلمه لجمهور الدراويش. طبعا لا الاسماعيلي الحمد لله بمشي في اي مكان ما بقولوش عمر جمال بس، لا لازم عمر جمال، مش الاسم الثالث عمر جمال الاسماعيلي، لازم بتذكر كده يعني الحمد لله. فطبعا زعلان جدا، انا مش برضه اطلع، انا قلت لك قبل مش برضه اطلع عشان انا عارف الحمد لله عشت في الاسماعيلي وعارف الاسماعيلي مش اسماعيليه، عشت في النادي الاسماعيلي وعارف اللي بيتكلم حلو انت مع الاداره، تكلم وحش انت عايز تهد في الفريق، لا فانا عشان كده واخد جنب ناس كتير بتلومني ان انا واخد جنب، لا انا بحب اخد جنب في وقت الحمد لله انا عارفه الحمد لله، لكن بدون ما نطلع الحمد لله من غير ما اقول لك اي حاجه، الحمد لله الناس عارفه انا بحب الاسماعيلي ايه، بس من غير ما اقول لك والشعارات، لا الحمد لله كله عارف انا مش الشعارات، الحمد لله عمري ما قلت كلمه على الاسماعيلي او حاجه تضر، بس ان الحمد لله اسم ارتبط بيه، الاسم الثالث بتاع الاسماعيلي مش انا اسمي عمر محمد جمال، بس طبعا بيقولوا عمر جمال، لكن الاسم الثالث عمر جمال الاسماعيلي، اي حد في القاهره في اي حته بمشي بيقول لي كده، اي حد الحمد لله. مبروك الفوز يا كابتن، ودايما من فوز لفوز ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك في القسم الاول مع ان شاء الله. حبيبي تسلم. الف مبروك حبيبي، شكرا، الله يكرمك. ايه يوسف عايز ايه؟